الآن نفت وزارة الصحة والسكان تصريح مفبرك منسوب إلى وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى ثالث أيام عيد الفطر. وأوضحت الوزارة في بيان لها إن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصري، مؤكدا ان وزارة الصحة ليست الجهة المنوطة بالاعلان عن مثل هذه القرارات. وافق مجلس ادارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في اطار حزمة التمويل السريع التي اقرتها مجموعة البنك لمواجهة فيروس كورونا، ويهدف المشروع الى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الاصابة والاستجابة للتصدي الجائحة في مصر، وذلك من خلال المساندة الفورية التي حددتها الخطة القومية لمواجهة الفيروس والتي أطلقتها الحكومة المصرية. هذا ويساهم المشروع في تمويل شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية وتدريب الكوادر الطبية وعمليات الحجر الصحي، كذلك تحقيق الشراكة بين مصر والبنك في مجال الرعاية الصحية وحماية الأسر المتضررة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الفيروس. سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 24,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 1,200 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وذكرت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المتخصصة في إحصاء أعداد الإصابات والوفيات داخل أمريكا إن حالات الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,467,884 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 88,754 حالة، وتأتي الولايات المتحدة على قمة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة. أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 94 وفاة و 9,709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الصحة الروسية في بيان لها إن الحصيلة الإجمالية للوفيات في روسيا تصل إلى 2,631، فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 281,752. لقى 4 مسلحين حتفهم خلال مواجهات مع قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية، وذكرت مصادر إعلامية باكستانية أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الباكستانية والمسلحين، ما أسفر عنه مقتل 4 مسلحين بينما تمكن 3 آخرون من الفرار، مضيفة إن المسلحين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي وكانوا يخططون لشن هجوم على إحدى أماكن العبادة، مؤكدة إن القوات الباكستانية صادرت خلال العملية الأمنية قنابل يدوية وبنادق وأسلحة متقدمة كانت بحوزة المسلحين.